أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا ربي في هذه الليلة المباركة نترحم على الفقيد. اللهم يا رب الأرباب ويا من إذا دعي استجاب. اللهم ارحمه رحمة واسعة واسكنه في فسيح الجنان. اللهم يا رب اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين يا رب العالمين. بغينا إن شاء الله من هذا المجلس وحنا في شهر التوبة، شهر رمضان تسمى شهر التوبة، اللي داير شي زبلة مع شي بشر ولا مع سيد ربي، هذه هي الفرصة باش غادي يتوب لله. واخا يكون عنده 120 إطاج ديال الذنوب، راه واحد جا عند الرسول صلى الله عليه وسلم الحجبان ديالو نازلين، قال ليه يا رسول الله راه ما خليت شي زبلة اللي ما درت، واش عندي شي توبة ولا شي حاجة؟ معناه زنا وفسق وفجر وكل شيء. قال ليه ماشي غير غادي يغفر لك الله عز وجل، غادي هادوك السيئات اللي درتي غادي يبدلهم لك الله سبحانه وتعالى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلهذا هذه فرصة من هنايا تخرج وانت ناوي باش تتوب، إلا جاب الله الوفاة في الطريق أسعداتك راه صافي كلشي تسمحها، لأن الله عز وجل غفور. وكان واحد الحوار ما بين سيد ربي سبحانه وتعالى وإبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله مصر باش يدخل أكثر ما يمكن لعباد الله الجهنم، وقال سيد ربي لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ورد عليه سيد ربي سبحانه وتعالى وقال ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ما عندك تستغفر الله غادي يغفر لك. سروينا الإمام مسلم في صحيح ديالو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. احنا غادي نتكلموا على وحده من هاد الثلاثه، هي ولد صالح يدعو له. اكبر مشروع واهم مشروع اللي تيخصكم ديروا، لا اللي مزوج ولا اللي ما مزوج ولا اللي باقي صغير ولا اللي ما تليه باه ولا اللي باقي، اكبر مشروع اللي غادي نديرو هو خصنا نديرو المجهود ما امكن باش تكون عندنا ذريه صالحه. ارد البال، عندك يصحابك انك بغيتي الدراري وهاد الدراري ويعجبك الحال، تقول هذا طبيب هذا مهندس هذا كذا هذا كذا، اش غادي ينفعني الا كانوا خارجين الطريق المستقيم؟ اش غادي ينفعني الا كانوا مصمكعين؟ وسيد ربي تيقول لنا في سورة التوبة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. خطية في الدنيا وخطية في الآخرة. فلهذا الواحد يبدل المجهود مزيان، خري ولدك صيفطو دير ليه طبيب دير المهندس دير ليه كذا كذا، ولكن يكون صالح. اما يكون عندك اطار ولكن مصنقع، هاد الفساد اللي كاين في الدنيا راه بسبب هذوك المصنقعين، هاد الفساد اللي تتشقى منه الناس بسبب المصنقعين. لهذا اي واحد صالح وبدل البو عليه واحد ثمانه باش كان صالح، اي عمل دار لي تيقول ليه الله يرحم اللي رباك، في تمشي الدعوه لعند هذاك اللي رباك. فلهذا انت شوف، واش ربيتي شي ولاد مزيانين؟ واش ربيتي شي بنات مزيانين؟ اسعداتك غدا يوم القيامه غادي يصيب الانسان الجبال ديال الحسنات، وتيقول لها سيد ربي انا عرفت اش درت، ولكن هاد الجبال منين جاوني؟ انا عرفت العمل اللي درت، هاد الجبال منين جاو؟ قال هذا من استغفار ابنك لك. راه خليتي واحد الولد صالح تيدير الخير في الناس، كان موظف ولا كان حرايفي ولا كان فلاح ولا كان اي حاجه، تيدير الخير في الناس ماشي شلاهبي تيدي من الناس. لان كاين واحد المراه ما بغاش تقول لولدها اش كان تيدير باه، لان الولد ما شافش باه حيت كبر، قال لي فين با؟ قال لي راه مات قبال من اللي انا كنت حامله بك، راه مات با. واش كان تيدير با؟
قالت لي لا ما نقولكش. قال لي غير قول لي. قالت لي ما نقولكش راه خايب داك الشيء اللي كاين. اش كان تيدير؟ قول لي غير قول لي. قال لي راه مالي البنات كلشي تيلعنوا. قال لي علاش تيلعنوا علاش؟ قال لي تيمشي للقبوره وتيحفرهم وتيحيد ليهم الكفن. وكلشي لان كان ديك الساعه الناس على الثوب كان غالي، دابا الحمد لله راه كاين الثواب وكلشي رخيص. يسرقوا الثوب ديال الكفن ديال الميت. قال لي كلشي تيلعنوا. اش قال لي هذا المصنقع هذا؟ قال لي والله حتى نخلي عباد الله يرحموا عليه. قال لي اش غادي دير المصنقع؟ اش غادي دير؟ قال لي عاد غتشوف. ولا تيمشي للمقبره ويحفر القبوره ويحيد ليهم الكفن ويدير شي عمود ويشدهم ويصلب هذوك الميت وتيدوز الناس يقول لي الله يرحمك يا فلان، انت غير تسدي الكفن، اما هذا راه تيزيد يصلبهم. المصنقع اكثر منه. فلهذا انت كل واحد فينا يشوف. ثم انت اللي مات لك باك. شي واحد سولني قال لك عافاك راه مات الوالد وبغيت باش غادي يلحقوا لي شي حسنات. قلت له تصلي؟ قال لك لا. قلت له انت مصنقع، انت قطع الصله ما بينك وبين سيدي ربي، فين غادي يلحق لي شي حاجه؟ منين؟ ما عندكش الريزو، انت ما عندكش شي الريزو هو الصلاه. فلهذا خصنا نبدلوا المجهود، ماشي دير الولاد الديور. راه الا درتي له الديور وفي العشاء ديال القبر غادي يدحسوا باش غادي يفرقوا. كل واحد تيقول لا انا بغيت انا هادي لا بغيت هادي. واجمع انت اجمع، ما كاينش شي شمسه اللي تيت على بنادم، ما كاينش شي شمسه اكثر من يجوع ويعرى ويسهر ويسافر ويضرب تماره ويجمع ويخلي داك الشيء للورثه وغيسفي على سيد ربي يتحاسب عليه. للانسان في ماله مصيبتان يتركه كله ويحاسب عليه كله. شي واحد في امريكا من الملايريه ما عنده الا المراه، وحيت ما تخلى لها الوصيه وهي بقات وحدانيه تزوجات الشيفور، وحيت جاو يحسبوا الثروه اللي ترك داك الملايري صابوا كلا 10% و 90% بقات. اش قال الشيفور؟ قال لي ما عرفش بان هذا كان خدام عندي انا، ماشي انا اللي كنت خدام عنده، كان تيجمع ليا اجمع ليا حتى انا دابا اللي تنتبرع وغادي نخصم بهذا المثال هذا باش تشوفوه. هذا شي واحد دائما تيمشي لعند الجزار تيقول لي عطيني ديك الذبيحه، عطيني جوج ذبيحات. وواحد من الملايريه مقردد تيشد غير يخزن تيقول لي عطيني عافاك واحد 4 واق. وتلاقى مع هذاك، تلاقى مع هذاك الاخر لابس مزيان وكل شيء وهذاك، والاخر مقردد تقول ما عنده والو لا ساعي كاعي. فقال لي عطيني، قال لي الاخر عطيني. الاخر تسنى حتى مشى، قال لي شكون هذاك اللي دا الذبيحه؟ قال لي ما نعرف، هذاك سميتو بوعزه ما عرفش، انا ما عرفوش الخدام. المهم راه الذبيحه تتمشي كل مره، مشى تيجري عنده حتى هكا. السلام عليكم انا فلان الفلاني الحاج فلاني 10 الحجات اللي داير وكذا كذا كذا، ما تلاقينا لا فشي سمساره ولا حتى شي حاجه. شكون انت؟ قال لي انا بوعزه. قال لي شنو خدام؟ قال لي ما خدامش. قال لي واد الذبيحه وداك الشيء؟ قال لي انا في ما كانت شي مره مات ليها الراجل من دوك الاغنياء تنمشي نتزوجها على كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واكل شارب فابور. هو سمع ذاك الكلام عرف راسو بان راه جايه فيه الضربه عاود ديال المراه ديالو حتى هو. مشى لعند هذا قال لي عطيني حتى انا واحد الذبيحه. باقي فيه الشح باقي فيه البخل، بدل ما يشد واحد الكريصه ولا مول طوموبيله ولا هز قال لك الذبيحه فوق ظهرو وجاي للدار. قالت لي المراه عالم الحوس واش تقريب وزيد لي الضياف؟ قال لي واش شي الضياف؟ قال اش من؟ قال لي هاد الذبيحه غادي ناكلها انا وياك. قالت لي علاش شنو زعل عليك؟ قال لي اللهم ناكلها انا وياك ولا يجيبوا عزه راه تينتظر. فلهذا رد البال، ها اللي تتخزن ليا ولبس ليا مزيان، تبرع ليا مزيان، خلي عليك كل شيء. لهذا نقولوا دابا الان اللي تيسمعنا وعنده باه مات راه باقي عندك الحال باش غادي تبقى تصيفط ليه. اشنو غادي تصيفط ليه؟ اما تصيفط ليه الحوايج ديال السيئات والعناد تجي، واما تصيفط ليه الحسنات. فلهذا اشنو خصك دير دابا؟ الا كنتي بنت وكنتي دايره تبرج وكل شيء وتغطي دابا تغطي. الا ما تغطيتيش راه غادي باكي تعاقب عليك انت، لانه هو اللي زرعك، هو اللي رباك هو. لهذا غادي نعطي جوج الامثله بها باش نختم عمليه. هنا المثال الاول هو كان عندي الاخوات ديالي وكان الوالد الله يرحمه تنقول لهم تغطاو، تيقولوا لي الناس وانت تدير الدروس، واقول لخواتاتك بعدا غير تغطاو. قلت لهم لا انا عندي السلطه على مرتي وعلى بناتي، اما خواتاتي بحالهم بحال الناس الاخرين، انا غادي نقول لهم بغاو يطبقوه يا هذيك ما بغاوش.
وانا دائما تنقولها لهم، بل حتى هو الوالد الله يرحمه تيمشي يسمعهم تيقول لهم ها هو اخوكم جاو تغطاو ولا يشوفكم، تيتغطاو قدامي تيعاونهم. جاب الله الوفاه، سيدات مزوجات كلهم ثلاثه ما دايرين لا حجاب لا والو. في الوقت فاش غسلتو وحطيتو دخلتهم قلت لهم الا تبغيو باكم فعلا وما بغيتوش يتعاقب تغطاو، بغيتو يتعاقب يبينوا الشعر ديالكم ويبينوا الصدر ديالكم وكلشي بيناتكم. من تما صافي فضينا عالم، ما كاينش الهضره ولا الكلمه ولا نضيعوا الوقت. بغيتوا باكم وتبغيو بصح وبغيتوا ليه الجنه وبغيتوا ما يتعاقبش وما بغيتوش يتحاسب ايوا تغطاو، راه فرط فيكم وما تغطيتوش. وسيد ربي امر في سوره الاحزاب وفي سوره النور العيالات باش يتغطاو، ونسيب قبخيتو من تما تغطاو. هالمثال الاول. المثال الثاني اللي خصمو به الطبيب هنايا ولد خليفه راه هنايا في وسط المدينه خصو مهندسه. غسلت باهم الله يرحمه، فملي غسلت باهم ومشاو دفنوه كل شيء مشاو باش يزوروا اول زياره للقبور ديال باهم. هذاك الطبيب دابا راه في فاس وهي راه حتى هي راه في فاس، هذيك المهندسه كانت خدامه هنا في العماله. اول ما وقفوا حدا القبر جبد لها الحجاب وقال لها اختي الا كنتي تتبغي با ديري الحجاب. من تما دارت الحجاب. فهذه فرصة دابا العيالات اللي تيسمعونا، راه مزيان حيت تيكونوا الدرس لأن شحال هذه كان الدروس غير الرجال تيسمعوا، دابا ها هما الباقوا العيالات تيسمعوا. العيالات راه غادي إلا ما مشيتيش تغطيتي دابا راه غادي تغطى بالسيف عليك بالكفن، وغادي تمشي لعند سيد ربي وغادي تبعث العقاب، وعاد العقاب الباك اللي هو فرط في التربية. فلهذا كل وحدة خافت على باها من العقاب ديال سيد ربي ما ديروا ليش داك نص دره والشعر هنايا باين. لا تخصني ما نعرف الشعر ديالك واش زعار ولا كحل ولا فيه الشيب ولا لا، ما نعرفش هادشي هذا، لان خصك تغطي راه الا بان شعره بحال الا بان الشعر كله. ما تبقاش دير شي شويه القصه هكا ومن بعد ذلك دايره مغطيه هذاك الحجاب ديال التلفزيون، لا تغطاي وتستري، لان شي وحده مشى مرض باها وجا خوها لعندها فعند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لها اجي زور با راه مريض، قالت ليه ما يمكن لياش راجلي مشى للجهاد ما يمكن لياش نخرج الا بالاذن ديالو، فمشى لحق الغرغاره مات باها، قال لي اجي تشوف باك دابا راه حنايا غادي نمشيو نشيعوه ما نخرج لان ما عنديش الاذن ما خليش الاذن. اما دابا تخرج بلا اذن كاع كلشي، ركبت عند مول الطاكسي وقال فين غاليه، قالت ليه لهنا يحيي كاع ما قلتها لراجلي يقولها لك انت اودي فين غادي نديك. لعنا شوف فين الحاجات ديال الطغيان. فحيت رجع الراجل وخبراتو الخبر على باها ومشى قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي سير خبر مرتك بان الله غفر لباها بسبب الطاعه ديالها لراجلها. ايوا قلبوا اسيدي ها الربح، الا بغيتي باش يغفر لك الله ايوا غطيو بناتكم وغطيو ولادكم، ستروهم بالدين ديال الاسلام، ماشي تنوضوا ماشي مشي دوز الامتحان في 3 الصباح وكل شيء والفجر اللي هو حتى الستة راه كاع ما نوضوش. قال لي خليه راه اليوم السبت والحد ما كاينه قرايه خليه، كيفاش خليه؟ وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. تب الله يوفقنا لما فيه الخير ويصلح لنا وليداتنا ويصلح لنا بنيتاتنا ويسرهم، واللي خرج الطريق الله يرجعو للطريق المستقيم في هذا الشهر المبارك، ورحمة السيد رحمة واسعة، ويجعل الوليدات ديالو والبنيتات ديالو خير خلفين لخير سلف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.